السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. اليوم البنات جبت لكم صالات فريشة كاملة تاع عروسة، ان شاء الله البنات تعجبكم. اول حاجة راح نعطي لكم الصالون كما راكم تشوفوا فيها، ان شاء الله البنات تعجبكم. هذه كامل راح نبدها لكم الاول، هاي ليكم تفريشة كومبليت عروسة. نبداو هنا البنات باللي كودوار، هاي ليكم كما راكم تشوفوا، هاي ليكم لي كودوار. ان شاء الله راح نحط الطريقة عن قريب. هنا المخاد البنات، المخاد ما حبيتش نديرهم لي بوطون، درت زوز انواع تاع المخاد ودرت لي كودوار، درت الريدو. هنا الكاري كما راكم تشوفوا فيها، ان شاء الله البنات تعجبكم. هاي ليكم دخلت فيها هذا القماش، هذا في الأرجنتي كيما الكمخة، نوعت فيها البنات كيما راكم تشوفوا فيها، ان شاء الله تعجبكم. واللي حابة تخدم نبعث لجميع الولايات، واللي حابة ثاني تتعلم راني حنحط الطريقة، كاين حوايج حطيت لهم الطريقة، حوايج راح نزيد نحط لهم الطريقة. هاي ليكم المخاد. هنا قلت لكم البنات لي كوتوار، هنا الجهه الاخرى مازلت ما درت لهاش لي باغل، راح نديرها لها. هاكم تشوفوا البنات حتى امام لي كوتوار الحشو تاعو خدمته وحدي، راح نحط لكم الطريقه كيفاه تشوفوها كيفاه يتخدم كامل. لي اول مره تدخل معنا لاشين، ديري فعلي الجرس وديري اشتراك، وان شاء الله راح يلحقك كل ما هو جديد. هنا البنات نجوا للبساطات، شوفوا المخاد قلت لكم البنات هذو كدرتهم تاع لي كوفر، درتهم حاجه سامبل. وهنا ثاني ديك حاجه سامبل بدلت بركة ستيل، هنا شوفوا كيما راكم تشوفوا درت لهم لي بوطو هذا، هنا هاكم كيما راكم تشوفوا البنات اوني القطيفه تاع بوتشامو لي سقسوا على الاخر. البساطات هذا درت ها هو موديل هذا اللي درتو، ان شاء الله الايامات الجايه راح نحط لكم ياسر تفريشات. هنا القعدات هاكم تشوفوا مزيمه، درت هنا ستيل تاع الكاري، هنا هم لي بوف هذا مدورين، درت النوعيه هذه هاكم كيما راكم تشوفوا فيها. ها هي حاجه سامبل، حاجه مليحه. هنا البنات راح نرجع نزيد نعت لكم الريدو كيما راكم تشوفوا، حاجه درتها حاجه سامبل. درت الطول تاعو جا طويل عريض، حاجه سامبل خلاص البنات، ما درتش فيه لي بانو، درتو جهه واحده بانو كبيره. هاي نصوره لكم مليح باش يبان لكم، ان شاء الله يعجبكم البنات. هاي ليكم، هاي ليكم تفريشة كومبلي. راح نصور لكم بلاصة بلاصة، ها هي البنات كامل. راح نحط الطريقة عن قريب ان شاء الله. بارطاجيو البنات مع لي زامي تاعكم، وان شاء الله يعجبوكم، وان شاء الله تستفادوا منهم، وان شاء الله راح نزيد نتلاقاو مع تفريشة جديدة ان شاء الله. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.